صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من ينسب إليكم القول بأن الذي يجلس في المسجد حتى شروق الشمس يبقى 4 دقائق فقط من وقت الإشراق فيخرج وقت النهي ثم يصلي، فهل نسبة ذلك لكم صحيح؟ هذه كذب وافتراء، لما حددت 4 دقائق، البقاء إلى ارتفاع الشمس طيد رمح، إن ارتفاع الشمس طيد رمح، هذا المذكور في كلام أهل العلم، ولا حدد بالدقائق، حدد بارتفاع الشمس عن الأفق. نعم.